كابتن ابو جبل بيقول انا الاهلي ما تواصلش معاه من الاساس. اه لا الكلام ده غير صحيح يا كابتن ابو جبل. ابو جبل النادي الاهلي تواصل معاه وبعت له العقود PDF على الموبايل عشان يمضي ويرجعها تاني للنادي الاهلي عشان يبقى في سرعه في الاجراءات. تمام والكلام ده كان ما لازم يقول لك كده عشان هم رضوا كلامهم. احنا كلنا صح؟ مقدرين صح؟ الحاله اللي ابو جبل فيها، ولكن لا يصح الا الصحيح. احنا بننقل المعلومه كامله اللي احنا شفناها واللي احنا عرفناها من داخل معسكر المنتخب. لا ابو جبل النادي الاهلي تواصل معاه وانهى معاه كفه المفاوضات وكافه التفاصيل التفاوضيه وارسل له العقود وارسلها له على الموبايل، ارسلها له على الموبايل عشان ابو جبل زعل وقال ان انا قلت غير كده، ارسلها له على الموبايل وابو جبل مضى العقود وبعتها تاني عشان يبقى في سرعه في الاجراءات. وبالتابعيه السياده اللي هو اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي اعلن بشكل رسمي ان ابو جبل انتقل للنادي الاهلي وان هم جابوا الزنفولي من الداخليه لتعويض رحيل ابو جبل. حصل. فمنين يا ابو جبل ما كانش فيه تفاوض ومنين رئيس النادي اعلن؟ فالامور كانت خلصانه، كانت واقفه على الشيك بس ال 7 مليون جنيه النادي الاهلي يبعته للبنك الاهلي عشان ياخد الاستغناء ويتم قيد محمد ابو جبل. ولكن النادي الاهلي تراجع عن الصفقه بعد مباراه الكونغو. يعني هي مباراه الكونغو السبب ولا اللي بيتقال في الكواليس اتخانق مع فلان واتخانق مع فلان؟ لا يعني مش خناقه، حضرتك عارف طبعا او عتاب ملعب. النادي الاهلي ما بيدارش بالشكل ده. طبعا. ولكن يعني ان في انسحاب مفاجئ حصل من الاهلي لابو جبل ده مأثر عليه نفسيا، كلنا طبعا مقدرين ده، ولكن في النهايه الاهلي تفاوض مع ابو جبل وحصل على توقيع ابو جبل واتفقوا على فلوسه واتفقوا على الفلوس اللي هيدفعوها للبنك الاهلي، وبالتالي رئيس النادي البنك الاهلي اعلن عن الموضوع.